بس يا فندم انا ليه عند سعادتك طلب، واتمنى يعني لو معليك ساعدتني فيه. خير يا هشام. بنت سعادتك، حضرتك طبعا عارف الحادثه اللي حصلت لها. عارف يا هشام، الف سلام عليها. الله يسلم حضرتك. هو انا يا باشا كنت كتبت جواب للسيد رئيس الوزراء على انهم يعني يتكرموا ويوافقوا انهم يعالجوها على نفقه الدوله. انا نفسي بس حضرتك يعني تزق الموضوع من عندك حبتين. قوي قوي يا هشام، بس زي ما قلت لك عايزك تهدى وما تتصرفش اي تصرف الا لما ترجع لي، مفهوم؟ امرك يا فندم. مع السلامه. مع السلامه سعادتك. طيب يا سيف، مش عيب لواء سابق في الجيش يتستر على ارهابي؟ وفي جنبه اكبر دليل على انه مش ارهابي. مهم عليك بقى بتسمي اللي انت عملته ايه؟ عمل بطولي؟ سنة 56 حاربنا 3 دول وبإصرارنا على المقاومة طردناهم. في 67 اتخذنا غدر، كان الموت أقرب لينا من بعض. الموت ما كانش بيفرق بين مسلم ومسيحي، ورغم الهزيمة عشنا في خندق واحد 6 سنين حرب استنزاف. رفضنا نسلم، كفحنا بإصرار وبإرادة من حديد عشان نرجع أرضنا وكرامتنا، فكان لازم ننتصر. عبرنا والفرحة كانت مالية قلوبنا، ما فرقتش بين مسلم ومسيحي. بس يا خسارة، فرحتنا ما عجبتش ناس تانيين عاوزين يهدوها عشان هم اللي يفرحوا. حلو حصة التاريخ دي. أنا دخل أمي إيه؟ خلينا في قضيتنا. اللي قدامك ده حاصل على نجمة سيناء